حول هذا الموضوع مشاهدينا للحديث عنه ينضم إلينا عبر الهاتف من الحدود السورية التركية السيد عاصم زيدان، مدير حملة توثيق انتهاكات جبهة النصرة في سوريا. مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا سيد عاصم. ماذا يمكن أن تزيد على هذه الانتهاكات من خلال متابعتكم وتوثيقكم للحالات الغير إنسانية لهيئة تحرير الشام في إدلب؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. الانتهاكات مستمرة تقوم بها هيئة تحرير الشام بعد وقبل تحويل اسمها إلى هذا الاسم. الفترة الأخيرة شهدت انتهاكات كبيرة بمجال الإعلامي بخصوص الناشطين الإعلاميين والمنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية، بالإضافة إلى الرياضة والتعليم والصحة. منذ قرابة 10 أيام خرج أهالي بلدة أرمناز غرب بمظاهرة طالبت هيئة تحرير الشام بالخروج من البلدة. قوبلت هذه المظاهرة بإطلاق نار أدى لإصابة أحد المتظاهرين، ومن ثم اندلعت اشتباكات بين كتائب من الجيش الحر في المنطقة وهيئة تحرير الشام. انتهت هذه الاشتباكات باغتيال قيادة في لواء هنانو واسمه عقبة الباشي. الاختطاف كذلك الأمر بشكل شبه يومي في إدلب. منذ قرابة أسبوع خطفت هيئة تحرير الشام الشاب عبد الله خوجة في من قريب في إدلب، أطلقت سراحه بعد دفع مبلغ 8 مليون ليرة سوري، بالإضافة إلى وضع يدها على مستودعات وآليات منظمة هيومن أمبير في ريف إدلب، وهذه المستودعات تحوي على مواد إغاثية وتعليمية، بالإضافة إلى إيقاف مشروع القمح وهو تقريبا مستودعاته تحوي 150 طن من القمح، وهذا كان يستفيد منه المزارعين في مدينة إدلب. هذه الانتهاكات مستمرة وشبه يومية، بالإضافة للمضايقات الأخيرة التي قامت بها هيئة تحرير الشام من مضايقات للناشطين الإعلاميين وللإعلاميين في مدينة إدلب، حيث منعت بعض الإعلاميين من التصوير في مخيمات النزوح على الحدود السورية التركية، وأصدرت بعدها قرار يمنع التصوير بدون إذن يحصل عليه الإعلامي أو الناشط من قبل الهيئة، وذلك بعد تقديم دراسة مفصلة عن هذا العمل، وذلك سيد عاصم الضغط على الإعلاميين للالتحاق بالكيان الإعلامي الذي تعمل عليه هيئة تحرير الشام مؤخرا. في حال استمرار هيئة تحرير الشام بهذه الانتهاكات الخدمية والإنسانية، هل يمكن أن يضمها المجتمع الدولي ضمن تصنيف المنظمات المتطرفة الإرهابية قريبا؟ هي جبهة النصرة مصنفة إرهابية، حاولت أن تبتعد عن هذا التصنيف من خلال ضم بعض الفصائل من المعارضة الموجودة في إدلب لها بتشكيل هيئة تحرير الشام، لكن أغلب الفصائل التي انطوت تحت اسم هيئة تحرير الشام انسحبت منها بالفترة الأخيرة، وبقيت جبهة النصرة على ما هي بدون أي إضافات من فصائل أخرى، وبهذه الحالة تكون جبهة النصرة بقيت مصنفة إرهابية على المستوى الدولي. سؤال أخير سيد عاصم، كم يمكن أن تؤثر انتهاكات هيئة تحرير الشام على محاولاتها لكسب الشرعية المحلية والدولية في ظل ما تفعله الآن؟ على المستوى المحلي الانتهاكات هي غير مقبولة من قبل المدنيين، فأغلب المناطق التي ارتكبت فيها جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام انتهاكات وجرائم خرج المدنيين بمظاهرات ضدها، وخصوصا مثلا في مدينة إدلب بعد إيقافها لمجلس محافظة إدلب خرج المدنيين مطالبين بإرجاع المجلس المحلي، حيث أن في الفترة الأخيرة جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام تحاول من خلال ذراعها إدارة الخدمات أن تظهر بالوجه المدني وأنها تقوم بتقديم خدمات، وبالحقيقة هي هذه إدارة الخدمات تقوم بوضع يدها على المشاريع التي كان يقدمها المجلس المحلي والمجالس في الأرياف، بالإضافة إلى بقية المنظمات، وهذا الشيء لا يمكن أن يعفيها من كونها منظمة إرهابية أو تنظيم إرهابي. شكرا جزيلا لك، حدثنا عبر الهاتف من الحدود السورية التركية السيد عاصم زيدان، مدير حملة توثيق انتهاكات جبهة النصرة في سوريا.